برحب بضيف اللي بينضم لي من مونتريال في كندا المهندس محمد شريف كامل المحلل السياسي. مرحب بك يا باشمهندس. خلينا ابدا معك بسؤال الاستفتاء. في ظل اجواء الحوار الوطني، منظمه العفو بتطالب بضغوط سريه وعلنيه للافراج عن المعتقلين، هل تستجيب السلطات في رايك؟ مرحب بك. اهلا بك يا فندم واهلا بمشاهدينا الاعزاء وضيوف حضرتك. طبعا السلطات المصريه بتستجيب بقدر محدود جدا تقدر بيه تقول للعالم الغربي اولا ان هي بتستجيب، ولكن هي ما بتستجيبش في الاخر، لان انتقاء الناس المفرج عنهم، طبعا احنا بنرحب بكل شخص يفرج عنه وكل شخص يخرج من المعتقل القصري اللي مالوش اي مبرر ولا اي مصداقيه ولا احتياج ان الناس تكون جوه السجن، كل الناس الموجوده اكثر من 60,000. لكن الخروج الانتقائي او الافراج الانتقائي عن الناس ده امر مشبوه، وفي شكل من اشكال محاوله مغازله الغرب بان انا بفرج عن البعض. البعض هنا طبعا مقصود بيهم انما بعض الناس المعارضين اللي ممكن يكون النظام قادر يتعامل مع معارضتهم. طبعا انا مش بشكك في اي حد من الناس اللي خرجت، ده بالعكس، ان الناس دي كلها ناس وطنيه والناس دي كلها دفعت ثمن كبير للي بيحصل، لكن النظام بيحاول يقيم المساله بهذا الشكل، وبيحاول يدي صوره بشكل ان هو البعض ممكن يتعامل معاه والبعض لا يمكن يتعامل معاه، وهذا امر مرفوض تماما. دي مجرد تمثيليه ملهاش اي مبرر ولا اي مكان. الحوار في حد ذاته تمثيليه، يعني الحوار في حد ذاته المفروض من سلطة قمعية على الشعب وعلى الاتجاهات السياسية، يعني في حد ذاته دي تمثيلية واضحة جدا، لأن الحوار له شروطه وله أسسه، والحوار معروف. مش احنا هنتكلم النهاردة عن ايه أسس الحوار، لكن بنتكلم عن ان عملية الحوار في حد ذاتها تمثيلية عفوا، عملية الإفراج عن البعض شكل من أشكال إرضاء الغرب ومغازلة بعض المؤيدين للنظام في الداخل حتى، علشان خاطر يبقى لهم يعني يحفظوا ماء وجههم في التعامل مع هذا الامر. فطبعا دي مساله شكليه ومساله ما تعتبرش استجابه حقيقيه من النظام لحقوق الناس دي وللضغوط اللي بنحاول الغرب وبيحاول الناس من الداخل. في اي سياق نقدر نعتبر هذه الافراجات؟ مغادله الغرب ومحاوله اقناع الغرب، خاصه ما ننساش ان قريبا جدا في ايام معدوده هيبقى في مؤتمر المناخ في مصر، هما النهارده بيحاولوا يرسموا صوره من صور ان هناك شكل من اشكال التجاوب مع المجتمع المدني وان هناك قبول المجتمع المدني، واحنا نعلم تماما طريقه التعامل مع مؤتمر المناخ والشروط اللي حطوها والكلام الغريب اللي ابتدوا يتكلموا عنه ده. فطبعا دي شكل من اشكال محاوله استرضاء الغرب اعلاميا وليس حقيقيا، لان الحكومات الغربيه تعلم حقيقه الامر، لكن بيحاولوا يسترضوا بعض اجزاء المجتمع المدني في الخارج بان هم يحاولوا يصوروا صوره من صور الانفراجه في الوضع داخل مصر. طيب لما تقول منظمه العفو الدوليه انه في مطالب ملحه بضغوط سريه وعلنيه على الحكومه المصريه للافراج عن المعتقلين، ايه طبيعه هذه الضغوط، السر منها او العلني؟ العلني معروف وكلنا شايفينه، وكلنا شايفينه من زي هيومن رايت ووتش، من امنيستي انترناشونال، من حكومات غربيه، من الاتحاد الاوروبي، من منظمه الامم المتحده لحقوق الانسان. كل دي الضغوطات العلنيه الموجوده. الضغوطات السريه طبعا الواحد ما يقدرش يتكلم عنها بالتفصيل، لكن يقدر يتوقع ان هذه الضغوطات هي عباره عن عمليه مساومه، عن انه الغرب مستعد للاستمرار في مسانده النظام القائم في مصر، ومستعد ان يستمر في عدم كشف الغطاء الاقتصادي عنه، لان الوضع الاقتصادي في مصر سيء جدا، وانهيار الوضع في مصر اللي هو للاسف وشيك هيؤدي لانهيار النظام بشكل كامل ليس فقط راس النظام. وبالتالي كل هذه عمليه في هناك ضغوط اكيد بتقوم بها هذه الحكومات علشان تقدر تحفظ ماء وجهها، الحكومات الغربيه بالذات الامريكيه والبريطانيه والفرنسيه امام شعبها، بان هي بتحاول تساعد في تحسين حاله حقوق الانسان في مصر. فالضغوط هي ان احنا مستعدين كغرب، مستعدين في الاستمرار في دعم النظام القائم بشرط انه يفرج عن اكبر عدد ممكن من الناس. وطبعا الضغوط دي بيبقى فيها شكل من اشكال المساومات، هتدفع كام، هتبيع لنا سلاح قد ايه، هتدينا قرض قد ايه. وطبعا في السر منها، في الضغوط السريه تقصد؟ السر منها هو انه غير معلن، الامر غير معلن، الامر بيدور في الخفاء، الامر بيتم مساومات، والمساومات طبعا ما بتتمش بشكل علني، والمساومات دي انا اسف اقول انها نهايتها هتبقى على حساب مصر، على حساب مصر اقتصاديا، على حساب المنظومه المصريه بشكل كامل كدوله وكشعب، وهيبقى ايا كانت نتيجتها
هي بلا شك إرهاق للشعب المصري أكتر في الديون، وإرهاق للشعب المصري أكتر في الاقتراض، وإرهاق للشعب المصري أكتر في استمرار النظام القائم في مكانه. على حساب الشعب إزاي يا باشمهندس؟ مش يعني فين النقطة دي؟ إزاي هيتبقى في ضغوط المفروض على النظام يستفيد منها الشعب فهتبقى على حساب الشعب في نفس الوقت؟ لأنه اللي هيستفيد منه الشعب النهاردة هو استفادة وقتية، وهي الإفراج عن بعض المعتقلين أو عدد من المعتقلين، نتمنى أن يكون أكبر عدد ممكن، ودي بلا شك استفادة. يعني خروج أي شخص من المعتقل دي فايدة كبيرة جدا للشخص ولأسرته، ولكن هو إيه الثمن اللي هيدفع مقابل ذلك؟ استمرار النظام ده يعتبر ثمن سلبي على الشعب المصري، لأن النظام ده بيستنزف مصر، بيهدر مواردها، بيدمر كل قدراتها المستقبلية. استمرار النظام والقروض اللي بتزيد النهاردة على مصر، حتى إن مصر النهاردة غير قادرة على سداد أي من قروضها النهاردة، فما بالك في المستقبل ماذا سيكون الوضع؟ ده طبعا بلا شك يعتبر على حساب الشعب المصري، لأن الشعب المصري اللي هيدفع الكلام ده من جيبه. يعني الحكومات زائلة، وأيا كان النظام الموجود هيدول، الشعب المصري هيدفع الكلام ده. استمرار منظومة القمع حتى مع الإفراج عن الناس، إحنا بنرى إن هناك قضاء مسيس، بنرى إعلام مقيد، بنرى انه لا يوجد حريه راي حقيقيه، لا يوجد مجالس نيابيه حقيقيه. ده هيستمر الوضع ده، مش داخل في التفاوض او داخل في الشروط اللي بيحاول الغرب يحطها لتأييد النظام. فكل ده مستقبلا على حساب الشعب المصري. فاحنا الشعب المصري قد يكسب بعض المكاسب الوقتيه، ولكن على المدى البعيد الخساره اعتقد هتكون كبيره. طيب احنا المفروض عندنا توجه في الدولة لفتح المجال العام بناء على ان في حالة من حالات الحوار الوطني، بناء عليه مطالبة منظمة العفو الدولية باستبعاد الاجهزة الامنية وحددت اجهزة بعينها منها الامن الوطني من مراجعة ملفات المفرج عنهم. يعني حد مفرج عنه، لجنة العفو طلبت بالافراج عنه، قدمت تقرير، طلع له قرار عفو، بيروح للاجهزة الامنية بتعطله او بتمنع اصلا خروجه لفترة من الفترات. ايه رايك في المطالبه دي وازاي يتم تطبيقها؟ المطالبه دي مطالبه ضروريه جدا، لكن عمليه تطبيقها في حد ذاته هو ده المهم في الامر. لان مساله المراجعه الامنيه للشخص، هو اي شخص مفرج عنه في اي مكان في العالم بيتم شكل من اشكال المراجعه الامنيه لوضع هذا الشخص، اذا كان يكون مطلوب على قضايا اخرى، اي واحد بيفرج عنه من السجن بهذا الموضوع. لكن هو احنا الاجهزه الامنيه اللي عندنا موجوده في مصر النهارده هي اجهزه قمعيه موجهه لاهداف معينه، وبالتالي مراجعه الملفات هي هدفها تعطيل إفراج عن بعض الناس أو وضع شروط على بعض الناس في الإفراج عنهم، بعدم الكلام أو عدم الظهور إعلاميا أو عدم ممارسة عمل سياسي أو عدم إبداء الرأي أو عدم الاتصال بأي شكل من الأشكال بآخرين أو بدون. فكل دي هذه الأمور عملية من شكل التأييد. إزاي الكلام ده ممكن يتنفذ؟ أنا لا أجد أي إمكانية لتنفيذه، لأن إحنا بنتكلم على منظومة، والمنظومة في الحكم المصري النهاردة منظومة مسيطر عليها العقلية الأمنية وبتشتغل بمفهوم أمني 100%. وأمني هنا مش هدفه مصلحة الدولة ومصلحة الشعب، لأن الأمن ما فيهوش مشكلة في العالم كله، هناك إذا كان هدفه مصلحة الدولة ومصلحة الشعب، لكن الأمن هنا مقصود به هدفه مصلحة النظام الموجود والأشخاص المسيطرين على الدولة. طيب خلينا عمليا لا أعتقد أنها يتم. نعم خلينا نشرك معنا من القاهرة رئيس حزب الجيل الأستاذ ناجي الشهابي. مرحب بك يا أستاذ ناجي. في ظل هذا الحديث عن انفراجة سياسية وإفراجات عن المعتقلين، نقدر نقول إلى أين وصلت حالة الحوار الوطني ما قبل الدخول فيه؟ مرحب بك. مازال حتى الآن يراوح مكانه. الأكاديمية الوطنية للتدريب ما زالت تتلقى اقتراحات الأحزاب والشخصيات العامة التي وجهت إليها الدعوة، وما زالت حتى الآن في مجال الدراسة. ويقال إنه المشروع الوطني سوف يكون في نهاية شهر يونيو. هذا الكلام كله كلام، ولكن لم يتم إقراره بشكل رسمي حتى هذه اللحظة. الحوار الوطني عمل نوع من الحراك السياسي والمجتمع في البلاد. أصبحت هناك أحزاب سياسية تلتقي مع بعضها لكي تتبادل الرؤى والاقتراحات في جدول أعمال الحوار الوطني. هناك نقابات مهنية وعملية أيضا قاعدة مع بعضها بحيث تبحث ما الذي يجب أن يكون على طاولة المناقشة والبحث في الحوار الوطني. يعني حصل نوع من الإحراق السياسي اللي أحدث نوع من الجدل في حياتنا السياسية اللي كانت شبه ساكنة في المرحلة الماضية. وبالتالي دي من إيجابيات الدعوة للحوار الوطني، ونرجو أن يكون الحوار الوطني على مستوى الأهداف والأحلام التي نتمناها لبلادنا. طيب أستاذ ناجي، هل نفس النبرة اللي كانت موجودة من خلال أسبوعين أو حتى بعد الدعوة مباشرة أو تلقي الناس هذه الدعوة رسميا، عدد من المدعوين لها
نفس نبرة الحماسة دي لازالت موجودة حتى الآن، ولا إيه اللي حصل في مسألة التفاعل والتعاطي مع دعوة الحوار الوطني؟ لا، التعاطي والحماس مع دعوة الحوار الوطني ما زالت يعني في أوج حالتها، وخاصة أن هناك يعني في الأفق مخرجات للحوار الوطني، يعني لجنة العفو الرئاسي التي دعمها الرئيس بشخصية وطنية زي يعني المناضل كمال والمحامي طارق العوضي، يعني ونتج عن عملها إفراج عن كثير من المصريين مثل المهندس يحيى حسين عبد الهادي وغيره. دي كلها يعني جعل هناك أمل في أن الحوار الوطني سوف ينتج عنه مخرجات تكون يعني ترجع محلتنا السياسية حياة سياسية حقيقية وليست ساكنة. لذلك مخرجات لجنة العفو الرئاسي جعلت من الدعوة الوطنية، فعلت الدعوة للحوار الوطني وأوجدت بركة أمل لدى الكثير من المتابعين، سواء كان من الرأي العام المصري النخبوي أو الرأي العام العام. طيب، هل نحن أمام حالة أو مزيد من حالات الإفراج عن عدد من المعتقلين في هذا السياق، باعتبار أن حضرتك ربطت بين ده وبين الحالة القائمة قبل الدخول للحوار الوطني بالفعل؟ يعني هو أنا أعتقد أن لجنة العفو الرئاسي يعني اجتماعاتها مستمرة، وما زالت بتتلقى طلبات الإفراج من الأشخاص والجهات والأحزاب السياسية، وفي انعقاد دائم مستمر، ونتج عنها أكثر من قرار الإفراج، وما زال البعض يأمل أن يشمل العفو في المرات القادمة على كثير من شجراء الرأي. يعني عملها بتتم على قدم وساق، وخاصة انه يعني تم تطعيمها بشخصيات وطنية زي كمال ابو عيطة وزي طارق العوضي، ففعلوا اللجنة، واعتقد انه هناك توجه عام من الدولة المصرية بانها تفعل هذه اللجنة، ويتم الافراج عن كثير من الذين حكم عليهم باحكام في قضايا الرأي والتعبير، كي يكون مقدمة للحوار الوطني وايضا تدشين للجمهورية الجديدة اللي يدعو لها الرئيس السيسي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناجي الشعبي رئيس حزب الجيل، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. أعود إلى مونتريال مرة أخرى مع المهندس محمد شريف كامل. مسألة أنه الوعود عن وعود الإفراج عن المحتجزين في الوقت السابق كانت لأسباب أو لمحاولات مخادعة، ده تصريح من أمن القلال المسؤول عن مسؤولة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، هل تتفق مع هذا الطرح فعلا؟ العملية مخادعة كاملة مستمرة ومش هتتوقف باي شكل من الاشكال، لان احنا زي ما بنقول يعني هو دعوه حوار وطني. يعني ايه دعوه حوار وطني؟ لاقصاء بعض القوى السياسيه او قوى وطنيه، سيبنا من كلمه سياسيه، قوى وطنيه. عندنا قوى وطنيه كتير موجوده في مصر مستبعده من فكره الحوار لمجرد انها رافضه انقلاب 2013 ولمجرد انها بترفض او تعارض النظام القائم حاليا. ده ما يبقاش حوار وطني. يعني الانسان هيحاور نفسه، هيحاور الناس اللي مختلفين معاه يمسك ده بايده اليمين ولا الشمال، ولا بيحاور الناس اللي هي فعلا عندها راي في منظومه الحكم وفي اسلوب الحكم. الافراج عن الناس هي محاوله شكليه مخادعه تماما. احنا شفنا من يومين حكم على منعم فتوح، على محمود عزت، على احمد طه مذيع الجزيره، في قضيه غريبه جدا، يعني 15 سنه سجن لتصريحات اظن مغالطه او مخالفه او مش فاكر النص شكله ايه بالظبط، لكن ده معناه انه لا يستطيع انسان ان يتكلم في الاعلام، وبالتالي المفرج عنهم وباقي اطراف الحوار الوطني المزعوم كل دول مش هيحاولوا يتكلموا في حاجه خالص، لانهم لو اتكلموا في اي شيء لم يرضى عنه النظام هتكون عاقبتهم زي احمد طه وزي عبد المنعم فتوح. فالمساله في منتهى البساطه هي عمليه مراوغه وعمليه كسب وقت للنظام لتثبيت اركانه واللعب على المعادله الدوليه وعلى التأييد الصهيوني لهذا النظام حتى يضمن البقاء في مكانه. ونحن نعلم تماما انه قيل وبيقال اكثر من مره حتى من بعض المقربين من النظام ان لولا الدعم الصهيوني والامريكي للنظام المصري لما بقي هذا النظام في مكانه يوم واحد من 2013 لغايه النهارده. فبالتالي احنا عارفين ان في عمليه خداع بتتم، ولكن المؤسف ان البعض يتقبل هذا الخداع ويتعامل معه على انه مش خداع، لكن هي دي المشكله الحقيقه اللي لازم نتعامل معاها. حوار وطني يعني افراج عن جميع المعتقلين،
معتقد الرأي طبعا ان هم تقريبا 60,000 او اكتر في السجون، وعدم استبعاد اي شخص ايا كان، والتعهد بعدم القاء القبض على اي شخص يبدي برأيه. دي مسألة اخطر من الافراج حتى، لان الافراج عن الشخص بدون التعهد بعدم تعقبه اذا ادلى برأي مخالف للنظام فما فيش حاجة تمت، ما هو تاني يوم هيتقبض عليه. يعني ما احنا بنشوف الكلام ده مستمر في مصر ومستمر في دول كتير جدا بنفس الشكل. طيب مهندس محمد، مطالب المجتمع المدني بوقف الاحتجاز التعسفي والافراج عن المحبوسين احتياطيا، هل ذلك يحتاج الى انه يكون جزء من هذا الحوار الوطني، ولا ده مطلب مش محتاج لمثل هكذا حوارات، والمفروض الحوارات دي تشمل حاجات اقوى بكتير من الحقوق الاساسيه اصلا للمواطنين؟ اعتقد ان ده يجب ان يسبق اي حوار. لا يمكن تتحاور السجان، لا يمكن ان يتحاور مع المسجون. يعني الشعب المصري النهارده باكمله في سجن كبير، أكثر من 60,000 شخص من أصحاب الرأي وأصحاب الوطنيين وأصحاب الرأي السياسي ومارسوا العمل السياسي في مصر داخل سجن فعلي جوه الزنازين، معتقلين بلا أي داعي بأي شكل من الأشكال. لا يمكن يكون هناك تحاور ما بين سجان وسجين. التحاور بيكون لازم يكون تحاور على نفس المستوى. يعني إيه على نفس المستوى؟ على إنه كل المسجونين يفرج عنهم كما ذكرت من دقائق وجهة نظري بتعهد بعدم التعرض لهم، تعهد مضمون دوليا بعدم التعرض لهم لإبداء رأيهم أو لمعارضتهم النظام أو لممارستهم العمل السياسي بشكل مشروع في العالم كله، وساعتها ممكن يكون في حوار وطني يشارك فيه الجميع بما فيه النظام القائم. يعني أنا مش شايف أي مشكلة ساعتها النظام القائم يشارك في حوار، لكن ما ينفعش النظام القائم يشارك في حوار وهو قبضته الأمنية بتعلو كل شيء وبتعلو الحوار حتى. شكرك شكرا جزيلا المهندس محمد شريف كامل، كنت معنا من مونتريال في كندا، شكرا جزيلا لك.